مرحبا سلام يا سلام أو مثل ما بيقولوا يا سلام سلم يا سلام ، عم يحكوا هلأ عن السلام والإبراهيمي وصفقة القرن وكذا على على شو اسمه على هبوط أصوات الحرب يعني في غزة واشتعالها في لبنان انه صحيح نحن عم نحارب هلا بس بكره بدنا نعمل سلام وكذا والى اخره فهذا السلام اي سلام يعني لسا عم نحارب مو هيك ولسه في مليون صراع ما انحل فاول شيء بدك تعمل سلام بدك تعمل سلام مهني. داخلي مو هيك بينك وبين ناسك ما معقول نظام عم يقتل شعبه وروح يعمل سلام مع دولة تانية هذا طيب ما معقول كمان واحد منتصر عسكرياً يعني يقول أنا فرضت السلام بالقوة العسكرية السلام يعني بده يكون فيه أسس أخرى بمعنى أنت اليوم حاربت حماس حماس شو أشخاص ولا آيديولوجيا ليش هي الآيديولوجيا طلعت من الناس لأنه لما الصالح متضررة وهك في مصالح في ناس تهجرت في ناس فقدت بيوتها طلعت ايديولوجيا تحرير ايديولوجيا مقاومه باقي بدي اقاوم انا خسرت كل شيء لا بدي اقاتل اذا ايديولوجيا ما هيك بكره بينشا ترجع الايديولوجيا بتطلع تطلع من جديد ليه؟ لانه الاساس اللي بينتج هذه الايديولوجيا استمر وبالتالي في شيء له علاقه بالناس ما هيك؟ فالسلام بده يصير مو بين انظمه انت فرضتها بانتصارك العسكري معك يعني بده يصير سلام بين الشعوب يعني جربت اسرائيل السلام مع الانظمه شو النتيجه كانت ناخذ مثال مصر مثلا مصر عم حطت نظام البدية وعملت سلام وعطتهم الارض وعطتهم كل شيء واخر شيء قالت لهم انتم خلاص ما تعملوا علي نظام مستبد شعبه ضده راح النظام وقع سلام مع اسرائيل صار الشعب اوتوماتيك ضد النظام يعني ضد ضد اسرائيل هيك اوتوماتيك ما كان في شيء اثنين صار بده يدور على اي غلطه له حتى لو موقف قومي من شو يحاربوا فيه فصاروا كمان يعني قوية ايديولوجيا المقاومة وين؟ بالدولة اللي موقع سلام عرفتوا كيف؟ طيب صار عنده المستبد والديكتاتوري بده يصير عنده عنده فساد مو طبيعي. فالفساد والاستبداد صنوان، ما ان حضر الاول الا استحضر الثاني، هيك كان يعني يقول عبد الرحمن تواك. فصار في فساد، فسد، فسد الامن، فسد الجيش، فسد الى اخره، شو صار؟ صاروا يقبضوا مصاري يعملوا انفاق ويهربوا لحماس. مربحة في حدا بيدفع لهم مصاري كثير، فيها رزقه يعني. مؤسسة الدولة كلها فشلت في اغلاق الانفاق، تخيلوا يعني. يعني شو بدها الانفاق تفوت على البيوت تشوف وين في نفاق تسكر وهي كل القصه يعني بس تفوت تفتش البيوت ما بدها اكثر تحط اجهزه رصد زلزالي تسمع اذا في حركه تحت الارض او في شيء يعني مو صعب يعني ما هيك بتكشفها يعني شغله بسيطه لكنها استمرت مئات الانفاق ومنها من تمر به السيارات يعني اوتوستراد تحت الارض وهربت لحماس كل العناصر القتاليه اللي شفتوها بالحق. اذا شو هسا عملت سلام معه؟ قام خوزق <applause> هلا مثل عم يتصارعوا مع مع شو اسمه مع مصر، انتم السبب انتم مدري شو انتم 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 يا اخي انت عملت سلام مع نظام مستبد وهالنظام مستبد فاسد. وبالتالي بدك تتوقع انه ما يحسن يسيطر على شيء رح لح... ينحكم بمصالح الفئات الفاسده اللي فيه. مو لانه الجيش المصري عقائدي لا لانه فاسد ببساطه مره وهرب لانه فاسد لانه هو بالاصل عم يحارب شعبه مش عم يحارب دفاعا عن شعبه هاي المشكله مشكله مع أن انظمه الفساد لا تضبط ولا تستطيع ان تضمنها عملوا سلام مع شو اسمه اخذوا الجولان وحطوه بالحكم لبشار اسد شو عمل بشار اسد وحافظ حافظ اسد وبشار وبشار اسد شو عمل؟ خدمه خدمتين ثلاثه بلبنان وهون وهون وبعدين وقت اللي ضايقوا شعبه شوي شو راح جاب الايراني وجاب الميليشيات وجاب الحشود وجاب المدري شو تعاون مع استعان بحزب الله واستعان بالمنظمات الفلسطينيه كله ليقتل شعبه اجت هديك ساعدته لقتل شعب بس بدها تاخذ لها عملوا حزب الله السوري وعملوا المقاومه السوريه وعملوا مدري شو شوي شوي صارت جبهه جولان منصه يعني باللي كان حاميلكم حدودكم صار هو يهددها صارت منصه يجب ان تكون رديفه وبديله عن منصه جنوب لبنان مشان ما اسرائيل تستهدف لبنان اذا حتى هذا العميل اللي اللي جبته كونه فاسد وكونه ضعيف لتحول الى الى عدو وبالتالي ما ما بينجح السلام م? ما بينجح السلام الا بين الشعوب وما بينجح السلام الا اذا في ايديولوجيا سلام مقتنعه فيها الشعوب كيف يعني يعني يكون لهم مصلحه حقيقيه في هذا السلام وحتى الشعوب اليوم يكون لها مصلحه في السلام بدها يعني بدك تعتمد في النهايه على معيار قيمي ليش لانه القيم هي اللي بتجمع بتجمع الناس ما بيجمع الناس انه مصلحتي الخاصه تزتج... تجمعها منظومه القيم وبالتالي اجتماع الناس اساسا قائم على منظومه قيم انا ما بساوي هاي وانت انت ما بتساوي هاي. في قا... في في ممنوع مشترك بيناتهم محرم مشترك يعني حقوق انسان ويعني حقوق ثقافيه ويعني حريات ويعني الى اخره هيدي حقوق مشتركه تقوم على انه ممنوع تقمع، ممنوع تعتقل تعسفية ممنوع تصادر ارض، ممنوع تهجر واحد، ممنوع كذا، طيب كل هذه الامور اذا ما راعيتها ما في اجتماع انساني، وبالتالي ما في ايديولوجيا تجمع الناس، ليه؟ لانه الناس مختلفين، فاذا الاساس باي عمل للسلام اساس هو الديمقراطيه وتحقيق مصالح اللي بتحقق مصالح الناس. حتى تنشأ ايديولوجيا سلام تؤمن فيها الشعوب بده يكون في درجة مقبولة من المعايير اللي اصبحت هي اساس الاجتماع الانساني، يعني الاخلاق والقيم التي تمنع وتحرم الجريمة، م? بدك ترتكب جرائم وتعمل سلام؟ بدك ترتكب جرائم مع الشعب الفلسطيني، وبدك تحط انظمة ترتكب جرائم مع شعبها وبدك تعمل سلام ابراهيمي، سلام شو هذا؟ سلام فساد، سلام هذا حرب هيدي اتحاد مغ... يعني تشكيل جبهة حرب جديدة وليست سلام. حرب جديدة تقوم بين الشعوب وبين هؤلاء المتحالفين، العصابات المتحالفة. إذا صار عندنا خير خير وشر لأنه ما معقول نحن نخطئ الشعب ونعمل ونعطي يعني الشرعية للأنظمة، ما معقول لأنه الأنظمة المفروض تستمد شرعيتها من الشعب، هيك؟ وبالتالي صار فيه يعني صار واضح صراع بين خير وشر. إذا تيار المعادي للسلام هذا النوع من السلام هو الخير وهذاك الشر يعني بيرجع رجعتوا شرعية لمحور المقاومة ولأيديولوجيا المقاومة بجوز اليوم عم تقودها إيران وعم يقودها حزب الله بكره رح تقودها ناس جديدة مو هيك؟ ويمكن تكون مصداقيتها أكثر وعملها أفضل ونوعيتها أفضل وبالتالي ما انتهت الحرب ما في سلام ما في سلام إبراهيمي وما في سلام تاني ولا في شيء إلا إذا فكرت إسرائيل جديا أن يكون السلام مقتنع به الشعوب وهي بدها شغل بدها شغل أولا على الأنظمة العربية التي توقع السلام بدها شغل على مصالح الشعوب بدها شغل على مشاريع مشتركة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وإلى آخره فهذا موضوع بده ينشغل ينشغل عليه ما بصير تقفز تقفزه يعني اليوم عم تشتري الإمارات الدولة المصرية كل شيء شركة قطاع عام كل شيء شركة رابحة كل شيء كذا عم يشتروها ايه يعني شو تشتروها كلها لمصر يعني <applause> هل هذا المال اللي حاطينه انتو يعني الكم بكرة بيأمموا لكم يا بكرة بيحطوا لكم ضرائب بكرة ب... يعني قناة السويس كانت مملوكة لشركات دول دول عظمى وأمموها ما طلع منهم ما طلع منهم شيء وبالتالي هذا الاستثمارات عنها هي دعم لنظام الفساد بس مو اكتر انتم عم تكبوا مصاري اعطوه مصاري احسن لا تكسبوا على حالكم اشترينا بمصر مصر يا دوب تساع شعبها يا دوب طعمي طعمي شعبها شو بدك تشتري شو بدك تستغله له لهالناس اذا انا ماني شايف في سلام حتى الان هلا بعد ما يضربوا حماس ويضربوا حزب الله بدون يجوا لسوريا بسوريا بدهم يطرحوا موضوع آخر للسلام غصبا عنه لأن ما في دولة ما في مؤسسات ما في شيء بدهم يعملوا سلام مع كل واحد لحاله وبالتالي هون بدنا نطرح نحن مفاهيم جديدة للسلام سلام يقوم على الديمقراطية والحرية والعلاقة بين الشعوب مبارح كان في حوار على المساحات بتعرفوا هلأ صار في يعني حوار أممي بنقول بين الناس صار تعملوا مساحات كل واحد يعمل مساحة وبيدعي بيدعي. ناس من بسو... كل شيء بيحكي لغة لغة واحدة بيدعي وبالتالي اللغة العربية كونها لغة منتشرة وكذا وموجود ناس كتير ب... بإسرائيل عرب بيحكوا عربي فكان في حوار أنه عن السلام وعن إسرائيل ودورة وإلى آخره فعم نحكي يعني وبالتالي هل هالحوار بين الناس هو اللي بيأسس للسلام ما ممكن الحوار بين الناس يحتكم يحتكم للقوة العسكرية للجيش الاسرائيلي بده يحتكم لمنطق ما هيك؟ ولفكر ولفلسفة ولمنظومة قيم ومنظومة حقوق وبالتالي هذا الحوار هو أساس أساسي في عملية السلام لكن مرجعيته شو؟ مرجعيته القيم ما هيك؟ وبالتالي ما ممكن تأسس هذا الحوار وهذا السلام إلا على القيم عم يحكوا عن السلام الابراهيمي ويحكوا عن السلام وحل القضيه الفلسطينيه، طيب قلنا لهم في ثلاث حلول ما في غيرهم. حل واحد انه يكون دوله واحده فلسطين واسرائيل. هذا مبدا يا اسرائيل، الحل الثاني دولتين رقبلوا معكم بحدود ال 67، انتم ما بدكم اياه. الحل الثالث اللي عم تحكوا عليه شو هو؟ الغاء فلسطين. الغاء فلسطين يعني ضم الضفه كحكم ذاتي ضموها للاردن وضموا سيناء كحكم ذاتي لمصر منيح طيب والجولان شو بدك تعمل فيها كيف بدك تعمل سلام يعني مش جولان شو الجولان بدها اياها اسرائيل واذا بدها اياها إسرائي... اسرائيل بدها كل شيء فكيف بدك تعمل سلام معي بدون ما تعطيني الجولان اعطيني الجولان طيب اعطيني الجولان واعطي غزه واعطي لا... لا شو اسمه نحن رح نشكل اتحاد جمهوريات عربيه عندك مانع بدك تلغي الهوية الفلسطينية أنا بدي ألغي أيضا الهوية الأردنية والسورية واللبنانية كلهم سوا بدي أعمل اتحاد شرق أوسط وحتى أعمل تعاون مع دول الخليج ومعنا ما بيعجبك ليه ما بيعجبك لأنه نصير قوة عرفتوا كيف يعني معناتها نحن اللي بتخسروا يا للفلسطيني دولته نحن بنعطيها لأنه 10 15 مليون فلسطيني اليوم يعيشون في المخيمات وخارج وخارج فلسطين شو هدول تركون هيك لاجئين الى الابد يعني موجودين بسوريا ولا موجودين بلبنان نحن بدنا نعطيهم هويه ونعطيهم كذا مع الضفه ومع مع غزه فنحن بدنا نشكل اتحاد جمهوريات عربيه يعني في النهايه انت موقع سلام مع اتحاد الجمهوريات العربيه حط حدود وعمل حجدران قد آه ما بدك انت بدك تعمل علاقات اقتصاديه وعلاقات تجاريه وتحالف و... 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 امني وبالتالي غصبا عنك رح ترجع رح ترجع لحجمك الطبيعي يعني انتصارك العسكري ليس له قيمه ليس له قيمة عندك 2 2 3, 3 مليون عربي اسرائيلي هدول لحالهم وعندك بقى اللي موجودين بالضفة موجودين بغزة والموجودين برا وموجودين كلهم هدول اللي حيشكلوا ايديولوجيا تحرير يعني يعني حتى السلام اللي عم تحكي عليه لا, لا يستطيع ان يصمد طويلا الا اذا اسرائيل قررت أن تلغي العقلية القائمة عليها اللي هي قاعدة عسكرية متقدمة للغرب أنه أنا قاعدة عسكرية متقدمة دولة عسكرية دولة قتالية بيقول لك أنه الحدود من هون لهون لا يمكن دفاعنا عسكريا أنا إذا ما أعطيتوني شوية من الضفة الغربية ما ممكن دافع عنها مين قال لك نحن بدنا نحارب ما إحنا ما بدنا نحارب نحن بدنا نعمل سلام الحدود يرسمها التواجد البشري ما يرسمها شيء شيء ثاني والتواجد البشريه تغير يعني الناس تنزاح من هون لهون 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 تحرك يعني وبالتالي ما في حدود حدود ثابته للسلام العكس الحدود متغيره طبعا لمتطلبات البشر اذا كل هاي الامور كل هاي الطروحات ماني شايف لها افق الا اذا فكرت اسرائيل في انها ليست دوله معاديه في الشرق الاوسط الشعب اليهودي يريد ان يعيش مع الشعب العربي الموجود وأن يبحثوا معا على وسائل حلول للتعايش يعني صار في مئة سنة من الحرب يفكروا بوسائل التعايش والتي تتطلب أولا وقف الهمجية وقف جرائم الحرب هيك وقف العنف والتطرف وإلغاء الاستبداد يعني اليوم إذا سلطة فلسطينية فاسدة مستبدة أي سلام بده يصير مع الفلسطيني يعني بيقول لك انت يا عم تتحالف مع عدوي وعم تدعم عدوي اللي عم يقمعني ويعتقلني ويحبسني ويسرق اكلي ويسرق كذا فبدي احارب انا بدي احارب الدنب ولا بحارب الراس؟ بحارب الراس كثير من الشعب السوري بيقول لك اليوم انا ما بدي اقاتل الاسد شو بدي بالاسد؟ انا بقاتل اللي جابه واللي عطه واللي دعمه واللي حماه الى اخره يعني اسرائيل فكروا هيك بيقول لك ليش لحارب الدنب انا؟ انا اصل المشكله هونيك بحارب ذنب بيطلع لي ذنب ثاني، بحارب ذنب بيطلع لي دنب. لا بحارب الراس بضرب الراس مثل ما عم تعمل لا اسرائيل. بتحارب اذناب ايران بتترك الراس، ما بتستفيد طالما الراس موجود ده, ده اللي طالع لك اذناب وطالع لك مشاكل والى اخره، بتضرب الراس ما طيب اذا المنطق اللي عم يحكوا فيه مش راكب مع بعضه. يعني متناقض داخليا وبالتالي ما رح يمشي ما بيمشي الا السلام القائم على الشعوب بتبلشوا بالحوار بين الناس مثل ما بيعملوا على على اكس وعلى الفيس وعلى المساحات الثانيه والكذا الاخري ناس تتحاور بتبني اسس منطقيه واخلاقيه مشتركه بينبنى عليها السياسات هذا الاساس تروح بتفتح حوار مع الناس تسمع وجعها بتسمع شو مطالبها بتسمع كيف بتفك توت على العقلة تغيرها وقت بتغير تنشا ثقافه سلام تنشا ايديولوجيا سلام مدعومه من الشعوب هذه الايديولوجيا السلام لا يمكن ان تقوم على معايير مزدوجه ما بيصير انا بدي هي الشغله باخذها وغيري له وطن وله ارض وله كذا بشلحه اياه يعني ما بصير هالمنطق هذا منطق قوة عسكرية ومنطق حرب خليك بالحرب ليش ليش عم تحكي بالسلام إما على إسرائيل أن تحارب طول حياته أو أن تغير نفسها وتفكر بطريقة أخرى هذا هو السؤال والجواب الأساسي إذا لم تغير إسرائيل طريقة تفكيرها فعليها أن تحارب لكي تبقى وتستمر في الحرب وبالوقت اللي بتوقف فيه الحرب تزول لأنه هي معرفة نفسها كدولة قائمة على القوة العسكرية وليس كدولة قائمة على الشعب الذي يتعايش مع الشعوب الأخرى بيقول لك انه نحن ما بيخلونا نعيش مين قال لك ما كنت عايش وممكن تعيش هاي بنحكى فيها انه اه اوكي نحن نحن مثلا بدنا نقبل بالوجود اليهودي بس نقبل الوجود اليهودي كوجود صديق وليس كقوة عسكرية عنصرية اه تمارس الاضطهاد علينا وتحط علينا انظمة عسكرية ويصير عندنا مجازر ويصير عندنا كذا وتحمي الانظمة اللي عم تقتل وتضرب وتعمل والاخري ما بمشي الحالة فاذا بس تحط معيار واحد طبوا على حالك طبوا على غيرك ستجد السلام بس يكون في معايير مشتركة يوجد سلام بس يكون ما في معايير مشتركة في احتكام للقوة معناتها حالة الحرب هل حبينا إن نحكي اليوم قبل الحرب على لبنان يعني أو بمناسبته وبعد الحرب على غزة يقول لك بدون يقتحموا يقتحم عمل شو ما بدك انت ما, ما, الاصل انت معلن اعلن نفسك دوله عسكريه محتل طبيعي يعني انت تقتحم خان يونس تقتحم محور فيلادلفيا وتحكم عسكريا طيب هذا شو بكلفك؟ حكم عسكري لغزه مثل الحكم العسكري للضفه شو شو بكلفك؟ بدل انت دوله عسكريه مجند نص شعبك على بالقتال شي على حدودهم وشي على حدودهم وشي, وشي حواجز وشي كذا هذه دولة إسرائيل دولة دولة عسكرية محتلة بس يضعف جيشها شوي تنهار هذا مو ما ما حليتوا مشاكلكم لا بنووي ولا بحل شيء شيء ثاني لا تحل مشكلة إسرائيل وما بيعيش الشعب اليهودي إلا إذا فكر جديا واستثمر فعليا في السلام وهذا يتطلب تنازلات مؤلمة عن العنصرية وعن ال الكذب التاريخي وعن المعايير المزدوجه هذا بده يتنازل عنها حتى يقام السلام والطرف الثاني بده بدها تنزال الانظمه المستبده ويسمح للشعوب ان تحكم نفسها المعيار في السلام هو ما سيجري في سوريا نحن مستعدين للسلام بشرط ان ترفعوا ايديكم عن دعم هذا النظام المجرم وتسمحوا في إقامة حكم ديمقراطي حقيقي ونحكي ونجرب ونقدم نقدم نموذج آخر للسلام من شعب لشعب ليس قائم على العدوان ولا على الاحتلال ولا على شراء الخونة والعملاء بالعكس على التعاون البشري والاقتصادي والعلمي والتجاري والأمني والآخري لنجرب في عنا بيننا وبينكم مشكلة الجولان تحل بنعمل تسويه يرضى عن الطرفين تبدد مخاوف الطرفين في مو مشكله الجولان يعني مساحتها صغيره ومو مشكله تنحل في تلاقى افكار جديده وحدود يعني تع... تقبل بها الطرفين وبالتالي بيكون نموذج للسلام اذا نجح النموذج السلام بين سوريا واسرائيل بيتعمم للاردن بيتعمم للبنان بيتعمم لغيره اما اذا ما قدمتوا نموذج ناجح للسلام ما ممكن تحكوا بالسلام ولا توصلوا له يعني باختصار بدكن سلام تشيلوا الاسد سلام مع الاسد ما في حاجه تدفشوا الامارات تعطي مصاري يتبع